كارتلج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه خواص الكارتلج يا جماعة؟ طبعا زي ما احنا عارفين السكيلتون بتاعنا ده بيتكون من حاجتين، من اللي احنا خدناه في المحاضرات اللي فاتت اللي هو مين؟ طبعا بونز. فالسكيلتون مينلي بيتكون من بونز وكارتلج. الكارتريدج ده نوع معين من الكونكتيف تيشو. ليه خواص عامل كده؟ هو زي الرابر، عامل زي الاستيكة، جامد. وليه ليونة؟ ليه ريزيليانس؟ ريزيليانت يعني مرن زي الاستيكة كده هو. وطبعا الغضاريف دي طبعا اللي انت بتاكلها كتير قوي بقى في الفراخ وبتاكلها في اللحمه اللي هي القرقوشه. فهو ده الغضاريف، رابري كونكتيف تيشو وطافو ريزيلينت، ما فيهاش بلاد فيسلز ولا نيرفز ولا ليمفاتكس. طبعا على طول هتفكر امال بتتغذى منين دي؟ بتتغذى من الطبقة اللي حواليها، زي ما في حوالي العظم بيري أوسيوم، هنا بقى في طبقة حوالين الغضروف. واحنا عارفين حول يعني ايه؟ أراوند يعني بيري، والغضروف على فكرة باللاتيني يعني كوندرو. فحوالين طبقة حوالين الغضروف يبقى اسمها بيري كوندريوم. البريكوندريام دي بقى دي طبقة حوالين الغضروف فيها كل اللي انت عايزه، فيها الارتريز والفينز والنيرفز وكل حاجة. يا ترى بيتكون من ايه الكارتلج ده هون؟ اكيد بيتكون من كارتلج سيلز، والكارتلج سيلز قد تكون ماتيور سيلز زي الكوندروسايتس، او قد تكون اماتيور سيلز زي حاجة اسمها كوندروبلاست. بيكون كمان في موجود فايبرز، كونكتيف تيشو طبعا فايبرز وماتريكس. الكارتريدج ليه خاصية مهمة جدا؟ ان هو ريزيست فورس اند فريكشن، عشان كده هو ربنا حطه في اكتر حتة في الجسم فيها فريكشن اللي هي عند الجوينت، في الحتة الزرقاء دي اللي اسمها ارتيكولار كارتريدج. كل ما عظمتين يجوا يتمفصلوا مع بعض يعملوا articulation، يعني articulation يعني تمفصل. كل ما يجوا عظمتين يعملوا مفصل يبقى العظمتين دول هيحكوا ببعض جامد. ربنا بيروح مانع الحركة ده هي وحط التيشو اللي هي بيقاوم الفريكشن اللي هو الكارتريج. الكارتريج على فكرة عنده قدرة فائقة على الجروس، قدرة فائقة على الجروس بتكاثر الكوندروبلاست اللي هي الإيماتيور كارتلج سيلز. وطبعا أكتر تكاثر خدناه في المحاضرات اللي فاتت بقى، في المحاضرات اللي فاتت وفي الفيديوهات اللي فاتت خدنا الإبيفيزيال كارتلج، والكوندروبلاست تتكاثر 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 ويحصل لها أوسيفيكيشن أوسيفيكيشن أوسيفيكيشن. فالعظمة كانت بتكبر بالطول عن طريق هذا الكارتريدج اللي اسمه الإبيفيزيال كارتريدج. فدي خواص الكارتريدج. ايه بقى انواع الكارتريدج؟ انا عندي ثلاث انواع ما فيش غيرهم: هايالاين كارتريدج، وايت فايبرو كارتريدج، اند يلو إلاستيك كارتريدج. تحبوا تاخدوا مين الاول؟ ناخد الكومنست، اكتر حاجة موجودة في الجسم. نبص لها يا جماعة في الرسمة بتاعتنا ده، هي دي فيها كل أنواع الكارتلج اللي هتقابلنا الثلاث أنواع. هتلاقي فين الكارتلج؟ فين الكارتلج؟ أكتر لون قدامك أنت شايفه اللون الأزرق في الرسمتين دول. الأزرق ده كله اللي هو أول نوع والكومن ستايب اللي اسمه هايالاين كارتلج. يعني إيه كلمة هايالاين؟ يعني زي الإزاز. شايف الإزاز بيبقى شفاف إزاي؟ دي زي الإزاز. ليه بقى زي الإزاز الهايلاين كارتريج ده؟
اصل الماتريكس بتاعها شفاف ترانسلوسنت، فعشان الماتريكس شفاف وترانسلوسنت زي الازاز بالظبط قالوا عليها هايلاين كارتريدج، يعني الكارتريدج الزجاجي، وده على فكره الكومن تايب اللي موجود في الجسم. ممكن يحصل له اوسيفيكيشن؟ اه طبعا لازم يحصل له اوسيفيكيشن في المنطقه دي، ما الهيالين كارتريدج على فكره موجود في الابيفيزيال كارتريدج، فالابيفيزيال كارتريدج ده هيالين كارتريدج، ولازم في ايدج معين هيحصل له اوسيفيكيشن ويختفي الابيفيزيال كارتريدج ده. نفس الحكايه الكارتريدجز بتاعه اللارينكس دي هيالين كارتريدج، في الاولد ايج فيري فيري اولد ايج ممكن يحصل لها اوسيفيكيشن. يا ترى الهيالين كارتريدج ده مكانه فين؟ اول مكان ظهر فيه الابيفيزيال كارتريدج فين؟ الاول اثناء الانترا ترانفيتال لايف. خدنا انواع الاوسيفيكيشن، كان في انترا ممبرينس ما تهمناش، وكان النوع التاني اسمه ايه؟ انترا كارتيلاجينوس. كان بيتكون الاول العظم الطويل ده كله اللي في اللمس في شكل كارتيلاجينوس موديل، والكارتيلاجينوس موديل دي بعد كده كان بيحصل لها اوسيفيكيشن. تقول لي بقى لو سمحت الكارتيلاجينوس موديل ده كان بيتكون من ايه؟ من هايلاين كارتريدج. فالهايلاين كارتريدج ده اولا ده بدايه تكوين العظم كله بالذات اللونج بونز اللي كانت بتتكون اثناء الانترا ترانفيتال لايف. طيب بعد ما اتولدنا بقى الجروس اوف بون لا يخفى القمر الابيفيزيال كارتريدج، وعايزين نقاوم الفريكشن، لسه بنقول عايزين نقاوم الفريكشن، نقدر نقاومه بالنوع الزجاجي الناعم قوي ده اللي هو الارتيكولار كارتريدج. بعد الثلاث مناطق دول اللي هو الانترا تراين والابيفيزيال كارتريدج والارتيكولار كارتريدج، افتكر بقى الريسبيراتوري باسج. الريسبيراتوري باسج اول حته في دي الكارتريدج والزانوز اللي انت قاعد بتلعب فيها دي هايلاين، و الكارتريدجز بتاعت اللارينكس والكارتريدجز بتاعت التراكيه والريسبيراتوري باسج. الكارتريدجز دي عندي كلها هايلاين كارتريدج. على فكره بس قبل ما انسى هتلاحظ كل الكارتريدج بتاعت اللارينكس كلها زرقاء الا في واحد اخضر، اصل الكارتريدج ده اكسبشن. كل الكارتريدجز بتاعت الريسبيراتوري باسج هايلاين الا الكارتريدج دي اللي اسمها الابيجلوتس. الناس اللي كانوا بياخدوا بالعربي كانوا بيقولوا عليها مش عارف باين لسان المزمار حاجه زي كده، هو مش عارف ليه مزمار ولسان والكلام ده. هو دايما افكركم يا جماعه احنا بناخد الطب بالانجلش واحنا بنحفظ كل الحاجات الطبيه بالانجلش، وما تحاولش تترجم وتضيع وقتك على ما هتحاول تترجم، او انا مش هستفيد من الترجمه، واحد تكون السنه عدت وتكون سقطت وتعيد سنه اولى طب. فاحنا بنحفظ الكلام ده هون بالانجلش وما تحاولش تترجم، اصل انت هتستفيد ايه من الابيجلوتس دي؟ لسان المزمار. استفدت ايه باللسان وبالمزمار؟ فهي الكارتريدج اللي اسمها الابيجلوتس وخلاص. طب ايه بقى اللي هيحمي الريسبيراتوري باسج ده؟ اللي هيحمي الريسبيراتوري باسج القفص الصدري، والقفص الصدري فيه جزء مهم جدا جدا هايلاين كارتريدج، الا وهو الكارتريدجز دهيا اللي كنتني واسمع الكوستال. كوستال يعني ريبس، واللي مكمل مع الكوستال ده اللي مع الريبس دي كارتريدج اسمها كوستال كارتريدجز. فكل الازرق ده كوستال كارتريدج، ويبقى اماكن الهايلاين كارتريدج ده الكارتريدج بتاعت الفيتس، واللي كانت كارتيلاجينوس موديل وبعد كده هيحصل لها اوسيفيكيشن. الابيفيزيال كارتريدج طبعا حنفينه من البون والجروس بتاعه اللي بيطول العظمه بالطول، وطبعا عرفنا اللي بيقاوم الفريكشن يبقى لازم نحط
الهيالاين كارتلج هنا هون اللي هو بيقاوم جدا جدا فليكشن وناعم زي الازاز، اللي هو اسمه articular cartilage، بيكون مغطي الarticular surface of the bone. وتفتكر الريسبيراتوري باسج من اول النيزال كارتلجز لللارينكس كله ما عدا الابيجلوتس وكل التراكيب الرينجز بتاعتها. اللي بيحمي كمان الريسبيراتوري باسج في القفص الصدري نهون، جزء مهم قوي من القفص الصدري اللي هيحمي لي الريسبيراتوري باسج، الكوستال كارتلج. واسمها كوستال لانها بتكمل الطول بتاع الريبس، لان الريبس قصيره وما بتوصلش لحد الاسترنم، فربنا راح مكملها بالكارتلج دي اللي سموها كوستال كارتلج، يعني الكارتلج اللي ماسكه في الكوستال، والكوستال ده اللي هي الريبس. ده اول نوع والكومنست تايب، واكتر نوع موجود في الهيومن بادي النوع اللي اسمه هايلاين الزجاجي الشفاف، لان الماتريكس بتاعه شفاف. عكسه بقى هيبقى مين؟ ماتريكس مليان كولاجين فايبرز. نسيت اقول لكم صحيح، ده المنظر بتاع الهايلاين كارتريج. طبعا ما يهمناش الهيستولوجي، هتاخدوا الحاجات دي بالتفصيل. الهايلاين كارتريج الهيستولوجي بتاع بيبان ايه؟ كتير 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 خلايا كده صغيرة مدورة، نيومرس سمول راوندد كارتريج سيلز، ودي الطبقة بقى اللي كنت بقولك عليها من شوية اللي حوالين الكارتريج، اللي هتغذي الكارتريج لان هي دي اللي فيها البلاد فيسلز، واللي حوالين الكارتريج حوالين يعني بيري، وكارتريج يبقى كوندرو يبقى اسمها بيري كوندريام. فده الهيالاين كارتريج. نيجي بقى للنوع الثاني المعتم اللي اسمه وايت فايبرو كارتريج. ليه ده وايت فايبرو كارتريج؟ ده الوايت فايبرو كارتريج يا جماعة الخلايا هتلاقيها قليلة، لأن الغالب هنا هو الماتريكس. الماتريكس مليانة 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 بكولاجين فايبرز، اللي هي نوع من الكونكتيف تيشو يعني. فالكونكتيف تيشو دوان اللي هو الكولاجين مال الدنيا، وده لونه ابيض، خلى الكارتريج دوان لونه ابيض، فبقى اسمه وايت فايبرو كارتريج. الوايت فايبرو كارتريج دهون يا ترى هيكون موجود فين؟ الوايت فايبرو كارتريج دوان موجود في منطقتين مشهورين قوي. اشهر مكان طبعا دوان ايه ده بقى؟ دي العظمة الريجولر اللي احنا كنا بنقول عليها اسمها ايه؟ فيرتبرا. ربنا حاطط ما بين الفيرتبرا ديسك اوف وايت فايبرو كارتريج، ديسك ما بين الفيرتبري. خدنا في الترمز قبل كده اللي خدناها ما بين، ان بتوين يعني انتر، ويبقى الديسك دون اسمه انتر فيرتبرال ديسك لانه ما بين الفيرتبري. الانتر فيرتبرال ديسك ده هو ربنا حطه طبعا ما بين الفيرتبري، وكمان ربنا حطه ما بين العظمتين دول نفس تقريبا الديسك وايت فايبرو كارتريج. ايه ده بقى؟ الحوض بتاعك جزئين مهمين جدا منه، العظمتين دول على اليمين والشمال اسمهم هيبون، هيبون يمين وهيبون شمال، وعايزين نوصلهم في النص. نوصلهم ازاي؟ وصلهم يا راجل زي ما وصلت الفيرتبري ببعض، وصلهم بوايت فايبر كارتريج، والوايت فايبر كارتريج والمفصل ده اسمه سيمفسيس بيوبس. في الرسمه بتاعتنا على فكره رسموا الوايت فايبر كارتريج بالاحمر، فالاحمر ده هو اللي هو الانتر فيرتبرال ديسك وايت فايبر كارتريج والسيمفسيس بيوبس او بيوبك سيمفسيس، هي ده يبقى الوايت فايبرو كارتريج. يا ترى ممكن يحصل له اوسيفيكيشن؟ ده نيفر يحصل له اوسيفيكيشن في اي سن، بعكس الهايلاين كارتريج اللي ممكن في سن معين زي الابيفيزيال كارتريج يحصل له اوسيفيكيشن ويبقى عض، او الكارتريج بتاعت اللاركس ممكن في الفيري اولد ايج يحصل لها اوسيفيكيشن، لكن الوايت فايبرو كارتريج نيفر ما بيحصلوش اوسيفيكيشن. في عندنا بقى نوع اسمه يلو،
elastic fibrocartilage. هو مزيج من الفايبروس تيشو والكارتلج. الفايبروس تيشو اللي كان في الوايت فايبروكارتلج كان كولاجين لونه ابيض فداني الوايت فايبروكارتلج. هنا بقى الفايبرز الكتيره قوي اللي في الماتريكس مين؟ يلو إلاستيك فايبرز. يلو إلاستيك فايبرز مانليه الماتريكس، فدت الكارتلج كله باللون الاصفر والإلاستيستي بتاعته. وهتلاقي هنا بقى في نيومرال سيلز كتير قوي، خلايا كتير قوي من الكارتلج سيلز بتكون لارج ان سايز. اليلو إلاستيك فايبروكارتلج، ما هي كلمة فايبروكارتلج يعني سواء كانت وايت او يلو هما الاثنين خليط من الفايبروس تيشو والكارتلج. لو كان الفايبروس تيشو كولاجين يدي لك اللون الابيض ويبقى وايت فايبروكارتلج، لو كان الفايبروس تيشو اصفر يبقى اسمه ايه؟ يلو فايبروكارتلج. ويتميز دايما اليلو كونكتيف تيشو بان هو الاستيك. عايز تعرف الاستيك زي ايه؟ حاسس على دي. هو اليلو الاستيك كارتلج ده هو موجود فين؟ موجود في الحته دي اسمها اوريكل اوف ذا اير، اللي هي صوان الاذن يعني، اوريكل اوف ذا اير. وفي الاكسبشن اللي انت خدته في اللارنكس، مش كان اللارنكس ده كلها هيالاين كارتلج الا الاخضر ده اللي هو مين؟ الايبيجلوتس، ده يلو الاستيك كارتلج. ويبقى احنا خدنا الثلاث انواع. النوع الزجاجي الاملس قوي قوي اللي هو هيالاين، ونوعين فيهم فايبروس تيشو كتير فيبقى اسمهم فايبرو كارتلج. النوع اللي لونه ابيض اللي مليان كولاجين يبقى وايت فايبرو كارتلج، والنوع الاصفر اللي مليان الاستيك كونكتيف تيشو يبقى اسمه يلو الاستيك فايبرو كارتلج. Thank you for good listening and good luck.